ضيافة آسيا برنامجكم الجديد على مدار الشهر الكريم. هنبقى معاكم على مدار 30 حلقة بإذن الله، 30 حلقة ومليئة بالوصفات. هنسلك سكة مختلفة شوية عن السنة اللي فاتت، هنحاول إن احنا الحلقات كلها تبقى متخصصة وليها مواضيع. كل يوم هيبقى عندنا عزومة رمضانية، هيبقى عندنا أو يعني موضوع رئيسي نمشي عليه على طول الحلقة، هيبقى فيه وصفات من كل الفئات، سواء الغالي والرخيص، باليميش ومش باليميش، باللحوم، بالفراخ، بالسمك، كل حاجة هنحاول نعملها مع بعض. هنحاول على قد ما نقدر كمان ان احنا نوفر في المكونات وفي او الحاجات اللي ممكن تتعمل في البيت بدل ما نجيبها من بره. واول حلقة النهاردة في ضيافة آسيا هنخصصها للرقاق. مفيش بيت مصري ما بيعملش الرقاق، هنعمل اشكال جديدة من الرقاق، لكن هنبتدي من الاول من عجينة الرقاق. ازاي نعمل الرقاق الناشف، ازاي نعمل الرقاق الطري، ازاي ممكن نعمل الرقاق باشكاله وانواعه، سواء صينيه، سواء صوابع مقلي، سواء كده انواع جديده من مطابخ جديده ومن ناس تانيين بياكلوا الرقاق زينا بس باشكال مختلفه. اول حاجه انا هحضر عجينه الرقاق. عجينه الرقاق سهله جدا، بنحتاج تقريبا 4 كوبايات من الدقيق، ودايما بعيد وبزيد انه الدقيق اللي بنستخدمه في المخبوزات او في المعجنات عامه لازم يكون دقيق فاخر، لانه ده بيساعدنا على نجاح العجينه. هحتاج تقريبا 1/4 كوباية من اللبن، وهحتاج رشه من الملح، واخيرا وليس اخرا هعجن. ولما بتكلم على عجن يعني يشيل الخواتم، هعجن بميه دافيه. العجينة بتاعت الرقاق، لو كان الرقاق الطري او الرقاق الناشف بنعجن شوية العجينة بيكون لها عرق خفيف، ما بيبقاش عرق او ما تبقاش لا هي ناشفة ولا هي طرية قوي. لكن في اخر الحلقة باذن الله لو معانا وقت هنعمل نوع من انواع الرقاق الني اللي ما بيطبخش، يعني بنستخدم العجينة بتاعته على طول وبنحشيها وبندخله الفرن. وده في المطبخ الشامي او في المطبخ الاردني واللبناني والفلسطيني اسمه المكمورة. المكمورة نوع من انواع الرقاق بتبقى جميلة جدا بزيت الزيتون والفراخ والسماء والنكهات الحلوة دي، لكن العجينة بتاعت الرقاق بتستخدم نية يعني زي الفطير كده. فالنوع ده من العجينة هو اللي بيبقى أطرى، مش زي عجينة الرقاق العادية. وانا ماشية بعجن افكركم ان انا استخدمت 4 كوبايات من الدقيق، يعني تقريبا قولوا 1/2 كيلو، لان انتوا عارفين الكوبايه او الكوبايتين من الدقيق بيوازوا 1/4 كيلو تقريبا. وهمشي، حطيت معاهم 1/4 كوباية من اللبن، رشه من الملح، واخيرا بعجنهم بميه دافيه. اول ما بتتعجن معايا العجينه بالشكل ده اهو، بحاول ان انا اخد على قد ما اقدر كل الحاجه اللي في البوله. هخرجها بقى وابتدي ادعكها شويه بسيط. لاحظوا ان انا ما طريتهاش قوي لان قلت بقى محتاجه عرق خفيف شويه. وهخرج العجينه وابتدي اعجنها كويس بالشكل ده. بس اول ما احس ان العجينة بتاعتي نعمت وخلاص لمت معايا ومبقتش بتلزق في الايد، ضروري جدا ان انا اغطيها. مش مهم ان احنا نريحها، ممكن نشتغل فيها على طول. هغسل ايديا وارجع نشوف ازاي ممكن نعمل الرقاق سواء الناشف او الطري. اتمنى ان رمضان السنة دي ما يكونش مأثر عليكم في الحر. اتمنى انه ما نركزش بس ان هو شهر للاكل والوصفات والعزومات، هو في الاول وفي الاخر شهر للعباده. اتكلمنا كتير عن الحاجات المهمه واساسيه في رمضان، فحاول السنه دي ان احنا واحنا بنشتغل مع بعض نبتدي نتطرق لمواضيع. ولو اني شايفه ان انا كل حاجه قلتها رمضان اللي فات. عندي هنا العجينه، نبتدي بالطري. الطري بيتعمل على البوتاجاز، الناشف بيتعمل في الفرن. هاخد بقى شوية من الدقيق، واشتغلوا على طول عجينة صغيرة، ما تحاولوش تشتغلوا برأس كبيرة. اهم حاجة ان انا اغطي العجينة على طول. ممكن احطها هنا
موضوع سهل جدا على فكرة وممتع قوي. الرقاق في البيت حاجة وهمية. هشتغل كده. وحاولوا تفردوا الرقاق على قد ما تقدروا، مش ضروري نديله الشكل المدور، نحاول على قد ما نقدر، لكن لو حابة تستخدميه مثلا في صواني وعايزة تديه شكل الصينية، أسلم حاجة وانت بتفرديه تجيبي الصينية وتقلبيها عليه وتقسيه أو تلفي بالسكينة عشان تديها نفس شكل الصينية، دي أسلم حاجة. لكن لو هتستخدميه مثلا زي ما هستخدمه النهاردة في الحلقة، أنا هحاول إن أنا أعمل وصفات بالطري بالناشف وبالني. لو هتستخدميه مثلا زي السمبوسة او زي السبرينج رولز لانه هنعمل رقاق مقلي حلو قوي، ممكن تديله اي شكل، اهم حاجة يتفرد ناعم زي خبز الصاج اللي عملناه لو تفتكروا في الحلقات قبل كده. واحنا بنلف رفيع على قد ما تقدر، ما تقلقوش من موضوع انه رفيع ومش هيصعب عليكم نقله للفرن او للصاج، ممكن تعملوه في صاج مفتوح بالشكل ده، تبقوا مسخنينه قوي على النار، او ممكن تعملوه في طاسة عادي جدا، او ممكن حلة وتقلبوها زي عيش الصاج عادي جدا برضو. بس دلوقتي الحاجات دي بقت متاحة في كل حتة ورخيص قوي، حتى ارخص من الحلل التفلون. طيب انا رققته على قد ما اقدر، ولو زي ما قلت لو اشتغلتوا على كور صغيره بيبقى الموضوع سهل. بنحتاج حاجه رفيعه، غالبا دي نشابه التركي، لكن للامانه هي مش النشابه قوي، انا ولادي بيحبوا يروحوا الماتشات والحاجات دي، اهلي اهلي، فانا بشيل بقى العلم وباخد البتاع، او ممكن تستخدموا الايد بتاعه المعلقه الخشب، دي اسهل طريقه تنقلوا بيها الرقاق ساعه السوا. تاخدوه كده وتيجوا على الصينية تفردوه. طبعا لازم الصاج يبقى سخن قوي، بنديله 3 دقايق من الوش ده يتحمر، نقلبه تاني، اول ما تبتدي الفقاعات دي تبان الرقاق بتاعنا اتظبط. لو اتكلمنا على الرقاق بتاع الفرن نفس الموضوع بالظبط، لكن الفرق ان احنا بندخله للفرن على نفس الصاج، او على حتى عارفين الصاج بتاع الفرن نفسه اقلبوه وخلوه يسخن كويس قوي في الفرن، وبعدين دخله على طول للفرن وسيبوه دقيقتين كده، وبعدين اول ما يتحمر شوية بسيط من تحت وتحسوه ان هو ابتدى يقب اقلبوه على الناحية التانية وسيبوه برضو دقيقتين من الناحية التانية وخرجوه. الفرق بين الرقاق الطري والرقاق الناشف ان احنا لما بنخرج الرقاق الناشف من الفرن ما بنلفوش، بنسيبه على طول في مجرى هواء، فهو على طول بدل ما كان مفرود بتلاقوه نشف وابتدى يطلع ويضلع من كذا حته، التضليعه دي هي اللي بتخليه رقاق ناشف. لكن الطري طبعا اول ما بيخرج، استنوا ندهن دقيق، اول ما بيخرج من الطاسه بنغطيه على طول. ونبتدي نفرد، وعيننا دايما على التاني، ممكن نعلي حتى شوية النار. تمام كده، وحاولوا تفردوا على قد ما تقدر. لو حابين تدوا الشكل الدائري دايما لفوا 45 درجة، يعني كده 45 درجة، وهتحافظوا على قد ما تقدروا على الشكل الدائري ده. انا عارفه ان رمضان السنه دي حر قوي، ممكن ست البيت ما تستحملش انها تقعد قدام الفرن كتير، بس صدقوني هتفرق قوي معاكم الحاجات اللي بتتعمل في البيت. واهو زي ما قلت الهدف من البرنامج رمضان السنه دي مش بس ان احنا نعمل وصفات جديده، الهدف ان احنا نجيب حاجات او نوفر في حاجات احنا متعودين نجيبها في بره في رمضان نجيبها نعملها في البيت. تمام، شوفوا دلوقتي ابتدى يقب ازاي، ده معناه ان العجينه بتاعتي والرقاق بتاعي معتبر اهو، هيبتدي يتحمر شويه خفيف وساعتها اطلعه. عايزاه رقاق طري لازم احطه
في المنديل على طول يفضل طري. على فكره حتى الرقاق بتاع الرقاق الناشف ممكن يتعمل هنا ويتحط في مجرى هواء ممكن ينشف على طول، ما هياش قصه يعني، ما بيستدعيش الفرن اهو. طيب ده انا حاسه ان هي تمام، انا مجهزه قبل كده، شوفوا كلهم يعني طري وكل حاجه مظبوطه معايا. هاخدها هنا احطها، مهم وهي سخنه بس ان انا اقفل عليها. نعمل واحده تانية، تمام. اروح جايبه النشابه الرفيعه بتاعتي او ايد المعلقه او زي ما انا حابه، اجيب تاني بكل سهوله. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ قلنا الرقاق الناشف انا محضره كميه، بس انا حبيت بس اوري العجينه بتاعت الرقاق عامله ازاي. ده الرقاق الناشف بتاعنا نفس الموضوع، نفس العجينه ونفس كل حاجه، بس عشان سيبناه في مجرى هواء فبيبقى ده شكله. حتى عندي هنا اللي مضلع واللي مش مضلع وكل حاجه اهو. ده الفكره بتاعت الرقاق، او قلنا الطري لازم هما الاثنين بيقبوا في الحالتين، سواء هنا سواء في الفرن. الحلقه بتاعت الرقاق لسه مستمره، وصفاتنا لسه كتير. ضيافه اسيا رمضان ده مليانه وصفات وافكار. اشوفكم الحلقه، او اشوفكم مش الحلقه الجايه، اشوفكم بعد الفاصل. رمضان كريم.